اهلا وسهلا بكم من جديد. ليكتشر 9 مايكروبيال ميتابوليزم، المحاضره التاسعه تتكلم عن ايضا الميكروبات. ما هو الميتابوليزم؟ الميتابوليزم refers to the sum of all chemical reaction within a living organism. chemical reaction either release or require energy. يقول يشير الى كل التفاعلات الكيميائيه اللي تجري بداخل الكائن الحي. هذه التفاعلات الكيميائية أما تحرر أو تحتاج إلى طاقة. الميتابوليزم الأيض اللي هو أما release energy catabolism or require energy anabolism، يعني أما أنه تحرر له طاقة يسمونها بالكاتابوليزم، يعني عملية هدم، أو عملية البناء اللي هي تحتاج إلى طاقة. طبعا نعرف إحنا عملية الهدم ما تحتاج إلى طاقة لأن عملية سهلة، بس عملية البناء لا، تحتاج إلى طاقة لأن عملية معقدة. فالنوع الأول اللي هو الكاتابوليزم، عملية الهدم. This enzyme regulated chemical reaction that release energy. عمليات الهدم هي الإنزيمات اللي تنظم للتفاعلات الكيميائية اللي تحرر لطاقة. هنا عندي طاقة تتحرر. ليش؟ لأن complex organic compounds are broken down into simpler ions. إذن هو يحطم لي الجزيئات العضوية المعقدة إلى بسيطة. إذن هو نقطة أولى هو يحرر طاقة. نقطة رقم اثنين يحطم لي التراكيب أو المركبات الكيميائية المعقدة إلى بسيطة. This reaction are called catabolic، يسمونها catabolic أو degradative reaction. They are generally hydrolytic reaction، اللي هي عادة hydrolytic reaction، يعني معناها هاي التفاعلات تحتاج إلمن إلى الماء. This reaction that use water and in which chemical bonds are broken، تحتاج إلمن إلى الماء لكسر الأواصر الكيميائية. And they produce more energy than they consume. For example, break down sugar into CO2 and H2O and the energy. إذن عملية الكاتابوليزم هي الإنزيمات اللي تنظم للتفاعلات الكيميائية اللي تحرر للطاقة من خلال تكسير المركبات العضوية المعقدة إلى بسيطة. نسميها هاي التفاعلات بالكاتابوليك. هذه التفاعلات تحتاج إلى الماء. مثل إيش هاي التفاعلات؟ تكسير السكريات إلى CO2 وماء وطاقة. النوع الآخر اللي هو الأنابوليزم، عمليات البناء. The enzyme regulated energy requiring reaction، إنزيمات اللي تنظم لي التفاعلات اللي تحتاج إلى طاقة. النوع الأول كان يحرر لطاقة، هنا يحتاج إلى طاقة. The building of complex organic molecules from the simpler ones. يقول هو لا، هو يبني لي مركبات عضوية معقدة من بسيطة. إذن النوع الأول كان يحرر طاقة من خلال تكسير مركبات عضوية معقدة إلى بسيطة. النوع الثاني الأنابوليزم لا، يحتاج إلى طاقة من خلال عملية، يحتاج إلى من هاي الطاقة لبناء مركبات عضوية معقدة من بسيطة. This reaction، هذا التفاعل اسميه that called anabolic أو biosynthetic. They are generally dehydration synthesis reaction. Reaction that release water. هذه التفاعلات ما تحتاج إلى الماء، هي تحرر ماء، بينما النوع السابق كان يحتاج إلى ماء. إذا صار combine بين type 1 type 2 between catabolism and the anabolism. And they are androgenic. Consume more energy than they produce.
اللي يستهلك الطاقة أكثر من ما ينتجها. For example, formation of a protein from the amino acid or a nucleic acid from the nucleotides or the polysaccharide from the simple sugar. يعني مثل عملية تخليق البروتين من الأحماض الأمينية، تخليق الأحماض النووية من النيوكليوتيدات، وتخليق السكريات المتعددة من سكريات بسيطة. إذا هنا صار عندي كوباير بين النوع الأول والثاني، النوع الأول كان يحرر طاقة، النوع الثاني ما يحرر طاقة، يحتاج إلى طاقة. النوع الأول يحطم الجزيئات العضوية المركبات العضوية المعقدة إلى بسيطة، هنا بالعكس يبني للمركبات العضوية المعقدة من بسيطة. ذيك العملية نسميها بالكتابوليزم أو كتابوليك، هنا بالأنابوليك أو أنابوليزم أو البايوسينثيتيك. هناك يحتاج إلى الماء، هنا يحرر الماء. هناك الطاقة المنتجة أكثر من المستهلكة، هنا بالعكس المستهلكة أكثر من المنتجة. هناك مثل عمليات تحطيم السكر اللي CO2 وماء وإنيرج، هنا لا، إنتاج البروتين أو بناء البروتين من الأحماض الأمينية من المواد الأساس. These reactions generate the materials for growth. يقول هذه التفاعلات تولد للمواد اللي يحتاج الكائن for the growth، للنمو. إذن هاي التفاعلات تولد لاحتياج الكائن المن للنمو. This coupling of energy requiring and energy releasing reaction is made possible through the molecule adenosine triphosphate ATP. The ATP stores energy derived from catabolic reaction and releases it later to drive anabolic reaction and perform other cellular work. يقول هذه التفاعلات تخلق لمواد اللي يحتاج الكائن للنمو. عملية الازدواج الطاقة سواء كان التفاعلات اللي تحتاج الى طاقة او اللي تحرر الى طاقة تصير شلون؟ لان عندي تفاعل يحتاج الى طاقة وتفاعل يحرر لطاقة، هاي العملية تحرر الطاقة او الاحتياج الى طاقة يوفر ليها من هو الادينوسين ترايفوسفيت الاي تي بي اللي يلعب دور بهذه العملية. شلون؟ الاي تي بي ستوريز يخزن الانيرج، ستوريز انيرج يخزن لياها مين؟ من الكاتابوليك ريكشن، من تفاعلات التحرير الطاقة. وين يودي لياها؟ للانابوليك ريكشن، لتفاعلات الانابوليك اللي مهمة بمن؟ بيرفوم اذر سيلولر وورك، اللي تمشي لي عمليات خلوية اخرى. فاذا الوسيط هنا بتفاعلات البناء والهدم هو الاي تي بي، لان هو يخزن لي الطاقة، ينقل لياها من الكاتابوليك تفاعلات تحرير الطاقة، ينقل لياها الى تفاعلات اللي تحتاج لي الى طاقة. هذا جزيئة الـ ATP اللي هي مثل ما نلاحظها، عندي رايبوز، عندي أدينوسين، وعندي الترايفوسفيت اللي بيها الانيرج. ATP in adenine and ribose and the three phosphate group. When terminal phosphate group، يعني يقول مجموعة الفوسفات الأخيرة is split from ATP، يعني هذه مجموعة الفوسفات إذا شناها من جزيئة الـ ATP راح شو يصير عندي؟ يسمونه الـ ADP. الـ ADP فرق عن الـ ATP إنه فاقد من للمجموعة الثالثة من الفوسفات. is formed and the energy is released to drive anabolic reaction، يعني يحرر الطاقة اللي تحتاج التفاعلات اللي تحتاج إلى طاقة. إذن الـ ATP يتحول إلى ADP زائدا فوسفيز زائدا إنيرج.
هذا التفاعل وين يصير؟ هاي العملية اللي أنا أستخدمه أطلع الطاقة من الـ ATP، أحرر طاقة من ATP، هذا وين بيا تفاعلات؟ تفاعلات anabolic reaction. ليش أحرر طاقة؟ أنا أحتاج طاقة، لأن هو الـ ATP هو الناقل، يعني هو بالطاقة، فأنا شو وقت أكسر الـ ATP؟ شو وقت أخذ منه طاقة؟ طبعا بالتفاعلات اللي تحتاج إلى طاقة، تفاعلات البناء، تفاعلات الهدم هي تطلع الـ ATP طاقة، بينما التفاعلات البناء هي تريد من الـ ATP طاقة. شلون تأخذ من الـ ATP طاقة؟ تحرر مجموعة الفوسفات الأخيرة اللي تعطيني الـ ADP مع مجموعة فوسفات مع الإنيرجي اللي تحتاجها التفاعلات. Then energy from catabolic reaction is used to the combined ADP and the phosphate group to the resynthesize ATP. بتفاعلات الكتابوليك، بتفاعلات الهدم، الـ ADP راح يعطي تفاعلات الهدم شنو؟ ينطي مجموعة الفوسفات مع الطاقة ويرجع ليها إلى الـ ATP. إذن أكو فرق هنا صار على مستوى التفاعل الكيميائي للـ ATP. تفاعلات الأنابوليك تحطم لي، مو بالأحرى تحطم لي، تأخذ لي مجموعة الفوسفات من الـ ATP. شو تسوي ليها؟ تسوي ليها ADP مع مجموعة فوسفات متحررة مع طاقة يحتاجها الأنابوليك بالرياكشن مالته، تفاعلات البناء. بينما تفاعلات الهدم لا، بالعكس، هي الـ ADP هذا اللي منقوص الفوسفات الناتج من عمليات البناء، هذا الجزيئة راح يعطيها الكاتابوليك، يعطيها مجموعة فوسفات ويعطيها طاقة يرجع ليها الـ ATP. طبعا أيضا الـ ATP راح ترجع بدورة أخرى إلى تفاعلات البناء، تستمر هاي العملية، عملية تحرير طاقة وبناء تحرير طاقة من عملية الكاتابوليك واستهلاك طاقة من عمليات الأنابوليك. لذلك نسميها الأنابوليك reaction coupled to ATP breakdown، أما الكاتابوليك reaction فهي ATP synthesis. إذن التفاعل الأول هو عملية تكسير الـ ATP، بينما التفاعل الثاني هو عمليات تصنيع الـ ATP. الإنزيمز، الإنزيمات substance that can speed up a chemical reaction without being permanently altered themselves are called catalysts. يعني المواد اللي تستطيع انه تسرع لي من التفاعلات الكيميائية من دون ما يحدث بها تغيير مستديم دائما، شو نسميها هذه؟ بالكاتاليست، يعني المحفزات. هذه الانزيمات يعني محفزات التفاعلات الكيميائية. انزيم كومباوند يعني شنو؟ مكونات الانزيم. some enzyme بعض الانزيمات consist entirely of a protein، بشكل اساسي من البروتين. most consist of both protein portion call aboenzyme and non-protein compound called cofactor. عادة الانزيم بشكل اساسي من مكون من البروتين، بشكل اساسي مكون من البروتين، يمتلك جزئين. جزء البروتيني يسمونه بالابونزايم، والجزء الغير بروتيني يسمونه بالكوفاكتر. مثل ايش؟ مثل الايون of iron, zinc, magnesium or calcium are examples of the cofactor. هاي أمثلة عن الكوفاكتر. If the cofactor is the organic molecule, it is called a coenzyme. هنا ظهر لمصطلح ثاني. عادة احنا قلنا الانزيم بشكل اساسي هو مكون من البروتين. الانزيم بشقين، بجزئين. جزء البروتيني اسميه بالابونزايم، والجزء الغير بروتيني اذا كان عضوي اسميه كوانزايم، اما اذا كان غير عضوي اسميه كوفاكتر.
أعيدها. الإنزيم مكون من شطرين، شطر بروتيني وشطر آخر غير بروتيني. البروتيني أسميه الأبونزايم، أما الغير بروتيني إذا كان عضوي أسميه كوإنزايم، أما إذا كان غير عضوي مثل الأيون، الحديد، الزنك، المغنيسيوم أسميه كوفاكتر. يعني من أقول كوفاكتر هذا جزء الإنزيم الغير عضوي الغير بروتيني، أما من أقول الكوإنزايم فهذا جزء الإنزيم الغير بروتيني العضوي، أما الأوبنزايم فهو جزء البروتيني من الإنزيم. Together أوبنزايم اللي قلنا عليه جزء البروتيني and cofactor form a holonzyme. يقول معا الأوبنزايم الجزء البروتيني مع الكوفاكتر يشكل الهالونزايم. الهالونزايم هذا اللي هو الإنزيم كله بجزئين، البروتيني وغير البروتيني. طبعا هنا أنا أقول كوفاكتر باعتبار أنه الجزء الآخر الغير بروتيني هو إذا كان غير عضوي، أما إذا قلت هذا الجزء الكوفاكتر كان عضوي مو غير عضوي فما أسمي كوفاكتر، أسمي الأبونزايم and the coenzyme، كلاهما يشكل الهولونزايم. Or whole active enzyme يعني الإنزيم النشط الفعال الكامل الجاهز للعمل. If the cofactor is removed، إذا أنا شلت الكوفاكتر أو الكوإنزايم ما يهمني، إذا شلته the abonzyme will not function، ما راح يشتغل لأن هذا الإنزيم غير كامل، لذلك فهذا الجزء جدا مهم لعمل الإنزيم. الكوإنزايم assist the enzyme by accepting atom removed from the substrate or by the donating atoms required by the substrate. يقول الكوإنزايم شنو شغله، كوإنزايم أو كوفاكتر ما نفس المعنى، هذا يساعد الإنزيم من خلال استقبال ذرة محذوفة من السبستريت أو ماخذها من موهوبة من ذرة موهوبة من سبستريت ينطيها إلى سبستريت آخر يحتاجها. Some act as electron carrier، بعضها تعمل كإلكترون كارير كناقل إلكترونات. Removing electron from the substrate يعني كمزيل لإلكترون من أحد السبستريتات and donating them to other molecule in the subsequent reaction، المن إلى جزيئة أخرى في تفاعل آخر، يهبها إلى جزيئة أخرى في تفاعل آخر. يعني الكوإنزايم والكوفاكتر يعملان على نقل الإلكترونات مين؟ من أحد سبستريت يأخذه من عنده، المن ينقله إلى سبستريت بتفاعل آخر، لذلك يسمونها بالإلكترون كاريرز، نواقل الإلكترونات. Many coenzymes are derived from the vitamin، اللي أغلب الكوإنزايم والعديد منها هي مشتقة من الفيتامينات. Two of the most important coenzyme in cellular metabolism are، أكثر اثنين مهمات ككوإنزايم بالعيض الخلوي هو النيكوتين أمايد أدينين داي نيكلوتايد يسمونه الناد، والنيكوتين أمايد أدينين داي نيوكلوتايد فوسفيت أو الناد بي، الناد والناد بي. This contain derivative of the B vitamin اللي يسميه nicotinic acid اللي هني مشتقات من فيتامين B. الناد involve in the catabolic، الناد
involved in the catabolic يعني الناد موجود ضمن تفاعلات الهدم energy yielding reaction بتفاعلات اللي تحرر لي او تنتج لي او طاقة will not be involved in the anabolic energy requiring reaction بتفاعلات اللي تحتاج الى طاقة. Some cofactor are metal ion. Some cofactor هنا فرقنا اذا قلنا اذا كان الكوفاكتر عضوي نسميه كوإنزيم، لكن اذا كان غير عضوي نسميه كوفاكتر. Some cofactor are metal ion. عادة هو ايونات including Fe, Cu, Mg and Mn, Zn, Ca and Co يعني ال Fe حديد، ال Cu النحاس كبر، Mg مغنيسيوم، منغنيز، زنك، كالسيوم، كوبالت and more than they form a bridge between enzyme and the substrate اللي تعتبر هي حلقة وصل بين من بين الانزيم والسبستريت. For example, المغنيسيوم is required by the many phosphorylating enzyme يحتاج المغنيسيوم تحتاج هواي من الانزيمات عمليات الفسفرة. انزيمات الفسفرة enzyme that transfer phosphate group from the ATP to the other substrate اللي تحتاج عمليات الفسفوريليشن انزيم اللي تنقل لي مجموعة الفوسفات من الـ ATP المن لأذر سبستريت. الـ Energy Production إنتاج الطاقة. There are two general aspects of energy production. هنالك مبدئين لإنتاج الطاقة. The concept of the oxidation reduction مفهوم الأكسدة والاختزال and the mechanism of the ATP generation وميكانيكيات تخليق الـ ATP. Number one اللي هو الـ oxidation reduction reaction تفاعلات الأكسدة والاختزال. الـ oxidation is removal of electron from the atom or molecule a reaction that often produce energy. الأكسدة هي إزالة الإلكترون أمين من ذرة أو جزيئة بالتفاعلات اللي تنتج للطاقة مو تحتاج إلى طاقة. هاي عمليات تحطيم، ما طول إزالة عملية تحطيم، من تحطيم معناها من أخذة الإلكترون حرك لطاقة. هاي الأكسدة. الريدكشن الاختزال in addition of the one or more electron to an atom or molecule هي عملية إضافة واحد أو أكثر من الإلكترونات للذرة أو الجزيئة. The oxidation and reactions are always coupled. هذه التفاعلات تصير مزدوجة دائما. This pairing يعني هذا الازدواج of this reaction is called نسميها oxidation reduction أو redox reaction. Redox جاية من red R-E-D من reduction والOx من oxidation reaction. Most biological oxidation reaction involve the loss of hydrogen atom. أغلب التفاعلات الأكسدة تجري بالكائنات الحية هو فقدان الهيدروجين أتوم. They are also dehydrogenation. الطريقة الأخرى لتحرير الطاقة وإنتاج الطاقة هي generation of the ATP تخليق الـ ATP إنشاء أو توليد الـ ATP. Much of the energy releasing during oxidation reduction action is trapped within the cell by the formation of ATP. يقول أغلب الطاقة اللي تتحرر خلال عمليات التفاعلات الأكسدة والاختزال تقيد وتحصر وتخزن وين؟ بداخل الخلية بواسطة من formation of ATP من خلال تخليق الـ ATP لأن هو مخزنها بالـ ATP.
The phosphate group is added to the ADP within the input of energy to form ATP. بواسطة احنا نضيف مجموعة الفوسفات الى الـ ADP حتى تتكون لجزيئة الطاقة اللي هي الـ ATP. The addition of the phosphate to the chemical compound is called phosphorylation. عملية إضافة الفوسفات للـ ADP يسمونها عملية phosphorylation, فسفرة. هذه العملية تنتج لـ ATP اللي هو خزين الطاقة. إذن هنا مباشرة أنا نقلت الفوسفيت, شوف التفاعل هنا, مباشرة نقلت الفوسفيت إلى الـ ADP, ما عندي شيء صار بالوسط. من مباشرة نقلت الـ ADP, عفوا نقلت الفوسفيت إلى الـ ADP وانتجت ATP مباشرة. Organisms use three mechanical phosphorylation to generate ATP from the ADP. تستخدم أكثر من طريقة لتخليق الـ ATP من الـ ADP. شنو هاي الميكانيزم؟ الميكانيزم الأول هو substrate level phosphorylation الـ ATP is the generated when high energy phosphate is directly transferred from the phosphorylated compound to ADP. يقول الـ ATP يخلق وين؟ عندما الـ high energy phosphate, مجموعة الفوسفات عالية الطاقة, directly مباشرة transfer to form, حتى تنقل لي from the phosphorylated compound من المكونات اللي هي substrate, من substrate to element للـ ADP. مباشرة أنا أنقل مجموعة الفوسفات اللي أخذتها من substrate من قبل انطيتها للـ ADP حتى أولد الـ ATP. Generally this phosphate has acquired generally the phosphate has acquired it energy during an earlier reaction in which the substrate itself is oxidation or oxidated. مثل ما تلاحظ المعادلة اللي أمامك إنه هاني عندي هذا السبستريت, سبستريت يحوى على مجموعة فوسفات, مباشرة نقلت الفوسفات المن للـ ADP, انطاني السبستريت منزوع الفوسفات ويا شنو جزيئة ATP. النوع الثاني من الميكانيزم لإنتاج الـ ATP هو الـ Oxidative Phosphorylation. هذا تختلف عن الطريقة الأولى بأنه عندي هنا هو كارير إلكترون, عندي نواقل إلكترونات هنا. النوع الأول كان مباشرة يعطيني الـ ADP, هنا لا, هنا نواقل إلكترونات. الإلكترون are transferred from the organic compound to one group of the electron carrier. لو تذكر بالنوع الأول كان مباشرة مجموعة الفوسفات أخذها من السبستريت أنطيها للـ ADP صار ATP. هنا لا, يقول الإلكترون ترانسفير ينقل from the organic compound من المواد العضوية ومركبات العضوية to one group of the electron carrier, لأحد مجاميع المنواقل الإلكترونات اللي عادة هي الناد أو الفاد. The electron are passed through the series of different electron carrier to molecule of oxygen or the other oxidase in organic and organic molecule. يعني يقول الإلكترون ينقل خلال سلسلة مختلفة من نواقل الإلكترونات للجزيئة النهائية اللي هي أما أكسجين أو مركبات لا عضوية مؤكسدة أو مركبات عضوية, مركبات أو جزيئات. This process occur in the plasma membrane of the prokaryote. هذه العملية تحدث بالبلازما ممبرين مال البروكاريوت, بدائيات النواة, and in the inner mitochondria membrane in eukaryote, بالميتوكوندريا بالinner membrane بالحقيقيات النواة. The sequence of electron transfer, sequence استمرارية الالكترون carriers, نقل الالكترونات used in oxidative
phosphorylation called the electron transport chain. هاي استمرار عملية نقل الإلكترون بعملية الأكسدة الفسفرة عملية oxidative phosphorylation. The sequence of electron carriers used in the oxidative phosphorylation is called the electron transport chain. يقول هذه عملية نسميها احنا نقل سلسلة نقل الإلكترونات. اجتنا من هاي التسمية من استمرار عملية نقل الإلكترونات خلال عملية الفسفرة بواسطة الأكسيديشن. The transfer of an electron from one electron carrier to the next release energy. هاي عملية ترى نقل الإلكترونات من واحد لآخر. هاي كل خطوة جاي يصير لي release energy، راح يصير لي تحرير طاقة. Some of which is used to generate ATP from the ADP through a process called الكيميوسوموسيس. هذه العملية شلون صارت؟ الكيميوسوموسيس هذه العملية صارت من خلال نقل المن للإلكترون. أنا أخذت الإلكترون، نزعت الإلكترون من السبستريت وأخذت بسلسلة طويلة من نقل الإلكترونات، وآخر شيء منحت المن، آخر شيء منحت الجزيئات المهمة الأكسجين أو الأورغانيك أو الأورغانيك موليكيول. يعني بمعنى أني هذه سلسلة نقل الإلكترونات آخر شيء بكل خطوة أنا جاي أمنح مجموعة فوسفات الADP، هذا الADP تتحول لي إلى ITP. كل خطوة أنا أسويها بهذه السلسلة الطويلة سلسلة نقل الإلكترونات جاي أحول المن مركب الADP إلى ITP وأحرر طاقة. هذه العملية نسميها بالكيميوسوموسيس. إلى هنا تنتهي محاضرتكم، على أمل اللقاء بكم من جديد. شكرا جزيلا لإصغائكم.